أصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. من ساحة سيدي سعيد عمران الدح نحيا وإياكم وهذه الليلة إلى العالم الجليل فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وقواه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا نواصل رحلتنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه يعلمنا إذا أردت أن تصاحب كيف تختار الصاحب، وإذا أردت أن تعيش حياتك آمنا مطمئنا راضيا سعيدا ترضي رب العالمين تبارك وتعالى، فعليك برفقة صالحة. كنا قد تحدثنا في دروس الهجرة عن اختيار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصديق، وقلنا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المراجع وكتب التاريخ أنهم بلغوا أكثر من 120,000 صحابي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة المكرمة ومعه صفوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي ذلك الوقت كان العشرة المبشرين بالجنة قد أسلموا، وتخير النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ليعلمنا أمر هام جدا. كل حياتك اختيارات، فإذا أردت أن تصاحب فتخير صاحبا يعينك على طاعة الله إذا حضر، ويرد غيبتك إن غبت، ويدعو لك إن غاب. فإذا حضرت معه ازددت في كل لحظة قربا من الله تبارك وتعالى، إما بعمل صالح أو بعلم نافع أو بنصيحة لله، أو يدلك على طريق الله، أو يذكرك بالله عز وجل. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا صاحبت ألا تستأثر على أصحابك بشيء وإن كنت أهلا لذلك، وألا تتقدم عليهم أو لألا تقدم نفسك عليهم وإن كنت أهلا لذلك. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه يأكل مما يأكلون منه ويعينهم فيما يعملون، حتى في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير من الأعمال الأصعب. وعندنا الحديث الشهير حين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من أصحابه، فلما حضر موعد الطعام أحضر شاة، فقال رجل أنا علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي جمع الحطب. جمع الحطب في هذه البيئة من أشق الأعمال، لأنه ليس كهذه الأيام الحطب مخزن في مكان أو لا، وإنما أنت تجمع من الصحراء من البادية، فأنت ترد شجرة هنا وفرعا يابسا هنا وكذا حتى تجمعه تتعب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك هذا، يعني اجلس أنت واسترح أو اقعد أنت واسترح يا رسول الله ونحن نكفيك هذا الأمر، نحن نجمع الحطب بدلا عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنكم تكفونني ذلك، ولكن الله يكره من الرجل أن يتميز على إخوانه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يحب لك
أن تسعى إلى أن تكون متميزا على إخوانك، أن تستخدمهم وأنت مستريح، أن تسخرهم في خدماتك ومصالحك وأنت موفور الصحة. لماذا ليست هذه هي الصحبة؟ وإنما الصحبة الصالحة أن يعين بعضنا بعضا. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حدد شروطها فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن الصحبة تؤثر في الأصحاب. الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن مجرد المجالسة، أن تجلس إلى جوار فلان تتأثر، لأن الأخلاق تعدي. أكثر المشاكل التي نعيشها في هذه الأيام من أصحاب السوء. زوجة صالحة تربت في بيت طيب طاهر ورقرمها الله تبارك وتعالى بزوج طيب، دخلت حياتها صاحبة سوء أفسدت عليها حياتها، ولم يمضي كثير زمان حتى هجرت أولادها وهجرت زوجها وقوض البيت، هدم البيت. بماذا؟ بصاحبة سيئة. رجل طيب صالح يؤدي حق الله تبارك وتعالى وحق أهله وحق عياله، وضع الله في طريقه صاحبا ليختبره به، وهو أساء الاختيار في الأصحاب. وبعد أيام وجدنا الرجل الذي كان يصلي وكان في الصف الأول لم يعد يصلي، وجدنا الرجل الذي كان طيب المعشر وحسن المعاملة مع أهله صار صوته يعلو، وردنا الرجل الذي كان يوفي مصاريف أولاده وحاجتهم وردناه هجر أولاده وتركهم وانكب مع هذا الصاحب ومع صحبة السوء، فضيع نفسه وضيع بيته وضيع دينه وضيع دنياه. لماذا؟ لأنه لم يحسن اختيار الأصحاب. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، أي أن يعطيك أو أن يهديك، أو أن تبتاع منه أو أن تشم منه ريحا طيبة. يعني إذا أعطاك هدية فبها ونعمت، وإن احتجت أن تشتري منه اشتريت طيبا طيبة، وإذا لم تشتري ولم يهدى إليك شممت منه رائحة طيبة، ما دمت معه فأنت تشم الرائحة الطيبة. في المقابل في الجهة الأخرى جليس سوء، وجليس السوء كنافخ الكير، هذا الحداد الذي يعمل على الكير وينفخ النار، ومع كل نفخة يتطاير الشرر، ومع كل نفخة تثور روائح من المواد التي يعمل فيها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إما أن يحرق ثوبك أو أن يحرق بدنك أو أن تشم منه ريحا خبيثة. فإذا جالست فجالس أهل العرفان تقترب من الله تبارك وتعالى، جالس أهل العلم تزداد علما، جالس أهل التواضع والمسكنة تزداد خشية وخشوعا، جالس أهل الخير فأنت ما دمت معهم فأنت في خير، ولا تجالس العطال البطال فإنه لا يدلك على خير أبدا، ولا تجالس الفاجرين لأنهم لا يقولون خيرا ولا يفعلون خيرا. فلا أنت ذكرت الله تبارك وتعالى مع الذاكرين، ولا أنت استرحت مع النائمين، وإنما في كل لحظة من لحظات حياتك إن جالست أهل الخير ازددت خيرا، وإن جالست أهل السوء إذا لم يضروك لن ينفعوك. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتخير سيدنا الصديق. لنتعلم أمر هام، ليست الصحبة كلام، الكلام سهل، ما أسهل الكلام على المتكلمين، لكن تكاليف الرجولة غالية وتكاليف الصحبة غالية. ولذلك قالوا: لا تصدق الصحبة حتى يقول لصاحبه يا أنا. أن توفي لهم وأن تحب الخير لهم، وإذا وجدت خيرا كنت أول الدالين له عليه، فإذا رأيت سوءا
دفعته عنك عنه ما استطعت، وحذرته منه ما استطعت، وقبل أن يحتاج إليك تكون حاضرا. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لما كان في مكة المكرمة وتطاول السفهاء عليه، بلغ الخبر إلى أبي بكر الصديق، فذهب أبو بكر مسرعا، جعل نفسه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء السفهاء الذين يتطاولون على رسول الله ويضربونه، حتى إن أحدهم رفع النعل فضرب به وجه أبي بكر، وأبو بكر لا يبالي، حتى إنه من شدة الضرب غشي على أبي بكر. فقام أهله من بني تيم بن مرة وحملوا أبا بكر على داره على أيديهم إلى الدار، لا يشكون أنه مات، كلهم يعتقد أن أبا بكر من شدة الضرب الذي تحمله بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فلم يفق أبو بكر إلا آخر النهار أو حين ذهب جزء كبير من الليل، أول ما أفاق سيدنا الصديق قال: ما فعل رسول الله؟ أول سؤال: ما فعل رسول الله؟ فقام قومه من المشركين وهم يسبونه: أبعد كل ما حدث لك بسببه؟ أول سؤال: ماذا فعل؟ فأرسل زوجه إلى امرأة من المؤمنين كانت تجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار، قال: سليها، ما صنع رسول الله؟ قالت: من أنت؟ فأخبرتها، قالت: رسول الله سالم بخير. فقام معه سندنا الصدق يستند على زوجه حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه قال: كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم في ذلك الوقت في دار الأرقم بن أبي الأرقم: أصاحبكم هذا خير أم مؤمن آل فرعون؟ صاحبكم سيدنا الصديق رضي الله عنه وارضاه خير أم مؤمن آل فرعون؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، أما أبو بكر فيجهر بإيمانه، لأن سيدنا الصديق حين كان يمنعهم عن رسول الله ويدافع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الشاهد هكذا يكون الأصحاب، ليس بصاحب من يراك في شدة ويلتفت إلى الجهة الأخرى، ليس بصاحب من لا يقف مدافعا عنك. للأسف في هذه الأيام كثير من المعاني أصبحت مائعة، أصبحت الصحبة اسم يضم إلى قائمة الأصدقاء على وسائل التواصل، أصبحت الصحبة اسم أسجله على هاتفي، من فاز هذا صاحبي؟ ما علامة صحبتك له؟ وما دليل صدق الصحبة؟ هل تعرف أخلاقه؟ لا. هل عملته فرأيت فيه وفاء الصحبة؟ لا. هل إذا احتجت إليه وجدته؟ لا أعرف، إذن فليس بصاحب. قد أعرف اسمه، وللأسف الشديد أن على وسائل التواصل الاجتماعي أنت لا تعرف هذه صورته، هذا اسمه، هذا فلان، البلد الذي يعيش فيه هو، هذه شهادة، أنت لا تعرف عنه شيئا. ولذلك ضاعت هذه القيم الجميلة وهذه المعاني الطيبة. سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا كيف يكون الصاحب الوفي الذي يفدي صاحبه بنفسه، بل ولا يدخر عليه ماله. النفس والمال
فداء للصحبة، وصحبة حتى قبل أن يكون النبي نبيا، قبل أن يوحى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين الصديق صحبة، كان رفيقين. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيدنا الصديق من خيرة تجار قريش ومن أبرعهم، فبينهما صحبة الرحلات، وهذه الصحبة توثقت بالإيمان بالله تبارك وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أيا أبا بكر، أشعرت أن الله قد أوحى إلي؟ يعني هل علمت يا أبا بكر أني رسول الله؟ قال: فأنا أول من آمن بك وصدقك. لم يقل له إلى ما تدعو، لم يقل له بما أرسلك الله، وإنما قال له إني رسول الله، قال: آمنت بك. إذن فهو تصديق كامل من سيدنا الصديق، لأنه يعلم من أخلاق صاحبه ومن معاشرته له ومن معاملته له أنه لا يدل إلا على خير. لخصها أبو طالب حين رأى عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه يصلي، فقال: يا بني ما هذا؟ قال: يا أبتاه دين. قال: ومن قال لك به؟ قال: ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني كن معه فإنه لا يدعوك إلا إلى خير. إذا معنى ذلك أن سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو النموذج الكامل للصاحب كما ينبغي أن يكون، نقترب منه ونبتعد منه، لكن يبقى هو المثال الكامل للصاحب الكامل. ولذلك الوحيد الذي ذكر بالصحبة في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هنا بعد عجيب، إن الله معنا، معية الله تبارك وتعالى لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولسيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقل له معنا في الغار ولا معنا الآن، وإنما قال معنا، فبقيت مطلقة إلى قيام الساعة، بل وحتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، معية الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه الوفي سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأمر عجيب كما قلنا قبل ذلك أن سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من النوادر في تاريخ البشرية الذي كل ما له ألقاب من الله عز وجل. سيدنا أبو بكر الصديق ليس هذا اسمه، وإنما هو عبد الكعبة أو عبد الله أو عبد الرحمن بن عثمان، هذا اسمه. لكنه لما كان أول المبادرين للإيمان بالله ورسوله اشتهر به بكنيته أبو بكر. ولما كان في يوم الإسراء والمعراج وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمكان، وذهبوا إلى أبي بكر: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم كذا وكذا، قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قال فقد صدق. قالوا: تصدقوا في ذلك؟ قال: أن أصدقوا في أبعد من ذلك، أصدقوا في خبر السماء في طرفة عين، أفلا أصدقه في أن يكرمه الله بمسيرة شهر؟ قالوا: تعال فاسمع. فلما جاء وقف وسمع، فإذا بالمشركين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس. في الرواية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكربت كربا شديدا. لماذا؟ قال: دخلته بليل وخرجت منه بليل ولم أكن مستوصفا. فإذا صح الموعد ففي أواخر الشهر، في الليالي التي ليس فيها قمر ولم تكن الأضواء كهذه الأيام، وإنما في شدة ظلمة الليل، نزل وصلى ركعتين وصعد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فجلاه لي جبريل. جاء جبريل يحمل بيت المقدس، كلما سألوني عن شيء أداره لي. فسيدنا النبي يصف، وفي كل وصف سيدنا الصديق يقول له: صدقت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صدقت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما انتهى سيدنا النبي قال له: وأنت أبو بكر الصديق. نسي الناس اسمه
واسم أبيه، وبقي عطاء الله له أبو بكر الصديق بوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير أبو بكر الصديق صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحيد الذي أخذ لقب خليفة رسول الله وبقي عليه بعد ذلك كلهم أمير المؤمنين، إنما خليفة رسول الله سيدنا الصديق فقط هو خليفة رسول الله، فيقول له إن الله معنا خليفة رسول الله حتى في الاسم. تعالوا إلى أمر عجيب آخر، يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لحق فيه بربه فيحمد الله ويثني عليه، ثم يقول لأصحابه إن رجلا خيره الله بين زهرة الدنيا وزينتها وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فسيدنا الصديق يرفع صوته، فديناك بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فتعجب الناس من الصحابة، ما يفعل أبو بكر يقاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يخطب، رسول الله يخبر عن رجل خير بين زهرة الدنيا وزينتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يقول سيدنا عبد الله بن العباس: فكان المخير رسول الله، وكان أبو بكر أفهمنا. فلما سيدنا أبو بكر قالها مرة ومرة ومرة، الناس رفعوا أصواتهم عليه يسكتونه: اسكت يا أبا بكر حتى نسمع رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ما لكم ولأبي بكر؟ ما لكم ولأبي بكر؟ قلتم كذبت وقال صدقت، كفرتم وآمن، إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ما من أحد منكم أسدى إلي معروفا إلا وكافأته عليه إلا ما كان من أبي بكر، فإني لم أكافئه على ما صنع، وإني أسأل الله أن يكافئه على ما صنع. سدوا كل الأبواب إلى المسجد إلا باب أبي بكر. بل إن هناك إشارة عجيبة، أن امرأة قالوا من اليمن أو قالوا من شقة أو مسافة بعيدة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصاها النبي وأمرها، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأت أبا بكر. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنه إذا رحل إلى ربه أن أبا بكر مكانه، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي سيحل محل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في صحبته مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد في كل موقف من المواقف علامة ودليل وإشارة. إذا احتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مال، كان أقرب المال إليه مال أبي بكر، وإذا احتاج إلى رجال كان أقرب الرجال إليه أبو بكر، وإذا احتاج إلى أمر يأمر به كان أسرع الناس إلى تلبية أمر رسول الله سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن الله تبارك وتعالى أراد أن يربط بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا الصديق بأمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أمنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يكتب بعض الكتاب عنها وفي الأثر حين يكتبون في رواية أو في ترجمة لأمنا يقولون: الصديقة بنت الصديق، إن لم تكن أو إن لم تجد صاحبا كأبي بكر فلا تتخذ صاحبا كأبي لهب.
تخير الأصحاب واجتهد قدر استطاعتك، والتوفيق بيد الله. كيف أجد صاحبا صالحا؟ أقولها لك: كن أنت الصاحب الصالح. لا تبحث عن صديق صالح أو صاحب صالح، وإنما كن أنت الصاحب الصادق، ترزق بصالح يألفك. لا تفتش عن الطيبين، وإنما كن من الطيبين ستجدهم ويجدونك. لا تفتش عن زوج صالحة، وإنما كن أنت زوجا صالحا. لا تفتش عن صاحب صالح، وإنما كن أنت صاحبا صالحا. فإنك إن فعلت ذلك كنت دائما قريب وحبيب إلى سيدنا رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الرضا والفضل والعفو والكرم. اللهم اجعلنا لك كما تحب، وكن لنا كما نحب. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا أخرى، وقرب إلينا الصالحين وقربهم منا، وأبعد عنا الفاسدين وأبعدنا عنهم. اللهم إنا نسألك خير العمل وخير الثواب وخير الجزاء وخير الحياة وخير الممات. اللهم أطل أعمارنا فيما يرضيك، وارزقنا بعد طول الأعمار ختاما على ما يرضيك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.